بداية معلومة غذائية. خلينا نتعرف على الرمان فاكهة الخريف المفيدة والصحية. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. لهالشي فإن تناول أو شرب العصير الرمان الطبيعي له عديد من الفوائد. أما البذور تعتبر مصدر هام للألياف والسكريات والبكتين، كما تحتوي على هرمون الاستروجين. يحتوي كل كوب من شراب الرمان 250 ميلي 103 من السعرات الحرارية. وهي مثل ما شايفين الدهون زيرو، الدهون المشبعة زيرو، الكوليسترول زيرو، الكربوهيدرات 26، البروتين زيرو. خلينا نعرف أهم فوائد الرمان. 1- يحسن الذاكرة ويقي من الزهايمر. 2- يقلل الكوليسترول. 3- يقلل من ضغط الدم. 4- يقلل من تسوس الأسنان. 5- مضاد أكسدة قوي. 6- يصفي البشرة. 7- يقلل التجاعيد. 8- يزيل البقع من البشرة. 9- مضاد للشيخوخة. 10- يقي من الجلطات. بما أن من موسم الرمان عرفنا أن تشئل فوائد كتير لا تعد ولا تحصى. كل رمان.